قصة من عندك أم ميلاد، حدثينا عن، خلينا، أنت صاحبة الحكاية، أنت اروي الحكاية من يوم القرار إلى يوم الميلاد. أهلا، شكرا على الدعوة وشكرا على هذا اللقاء وشكرا للموجودين معنا. السيدة جوليت عواد، تحياتي وتقديري ومحبتي. يعني أنا أم ميلاد وليد دقة، ميلاد لطفة محررة. ميلاد جاءت إلى العالم ب 2020 شهر 3/2 شباط 2020. وميلاد كانت يعني قرار، أولا هي كانت حلم على مدى 25 عام. أنا ووليد كنا نحلم إنه يكون عندنا طفل، والحلم تحول إلى فكرة وتطور إلى فكرة. وأذكر أننا قررنا تحقيق هذه الفكرة وهذا الحلم. يعني هذا القرار جاء كرد على خيبة أمل، دعنا نقول، بسبب عدم تحرر وليد آنذاك بصفقة وفاء الأحرار واحد. نأمل أن يتبعها صفقة وفاء الأحرار اثنين. يعني كما يقول وليد، نحن لا نملك رفاهية اليأس، ولذلك ردنا على هذا، على عدم توفر أفق تحرير وحرية لوليد. ردنا كان بأننا الآن يجب أن تأتي ميلاد، وهذا كان ب 2011-2012 كما ذكرت، بعد إتمام صفقة التبادل. وكما تعلمون جميعا، من ناحية طبية، ويعني هذه الأمور لا تنجح دائما من المرات الأولى، ولذلك نحن خضنا تجربات على مدى 10 سنوات إلى أن نجحنا بأن تأتي ميلاد إلى العالم وتنور الدنيا. يعني بالنسبة لي ميلاد هي ليس فقط، يعني ميلاد نحن صنعناها يعني لأنفسنا، بالضبط مثل أي اثنين متزوجين خارج السجن وخارج الظروف اللي إحنا بنعيشها. لكن يبدو أن هذا الحلم البسيط أو هذا الحق البسيط اللي هو حق أساس، يعني مكفول لكل إنسان، يعني بكونه إنسان، هذا الحق الذي منعنا يعني من تحقيقه، وطبعا سلطات الاحتلال منعتنا من تحقيق الخلوة الشرعية ما يسمى لديهم، ومنعت وقالت أننا، أنا ووليد، خطر على أمن دولة إسرائيل، ولذلك فنحن لا يجدر بنا أن يكون لدينا طفل. فيعني نحن ردا على هذه السياسه، تبين لنا لاحقا ان ولاده ميلاد ليس فقط شيء نريد ان نحققه لانفسنا، وانما هو انتصار وتحدي عظيم جدا كان على الاحتلال بكل اذرعه، يعني متمثل هنا بسلطه السجون. يعني انا اذكر ان قبل ولاده ميلاد وخلال الحمل وبعد الولاده تعرض وليد ل يعني دعني أقول لظروف عزل وتنكيل غير مسبوق. فعلا كان هناك خطر جدي على حياته، كان عزله يعتبر نوع من الاغتيال البطيء. وأذكر أن وليد قال لي أني أنا شفت حقد بال35 سنة أسر لدى الاحتلال، لكن لم أرى حقد كالذي رأيته في هذه الأشهر بسبب مجيء ميلاد وولادة ميلاد. يعني نحن سعيدون طبعا بهذا، أن ولادة ميلاد شكلت تحدي وانتصار على الاحتلال الإسرائيلي، وها هي ميلاد جاءت لتشوش نجمتنا نجمتنا ميلاد. مرحبا، قولي مرحبا ميلاد، مرحبا، قولي أنا النطفة المحررة ميلاد. ربنا آمل أن يحفظك. يعني تتيح لميلاد أن أكمل المقابلة. فيعني نحن سعيدون كما ذكرت بأن ميلاد شكلت، وأيضا رد فعل شعبنا، يعني هذه الاحتضانة العظيمة لي ولميلاد ولوليد بعد قدوم ميلاد. يعني أحيانا أنت ترى
نتائج فعلك في ردود فعل الآخرين، انعكاسه في ردود فعل الآخرين. وأنا يعني فجأة فهمت إلى أي مدى تشكل ولادة ميلاد انتصار من خلال الاحتضانة الشعبية العارمة التي حظينا بها مع ولادة ميلاد من قبل أبناء شعبنا بكل مكان. حقيقة يعني أنا ما زلت أذكر إلى اليوم لحظات الولادة وأيام الولادة، كيف كانت غرفة الولادة، غرفة المستشفى في مدينة البشارة بالناصرة، كانت على مدار الساعة مليئة ميلاد، مليئة ب يعني عشرات ومئات الزوار من كل أرجاء فلسطين حقيقة. عندي تساؤل، أيوة كيف الطفل يفتح عينيه ويشوف أبوه خلف القضبان؟ أنا عندي سؤال، ميلاد شافت أبوها؟ ميلاد شافت أبوها رغما عن الاحتلال بواسطة قرار قضائي، طبعا مؤسس على DNA. وأنا ذكرت يعني شافته وهي عمرها سنة وأربع شهور، سنة ونص تقريبا. طبعا اللقاء يعني بينها وبين أبوها كان شيء لا يمكن الواحد يوصفه، يعني لازم تكون موجود بالمشهد عشان تقدر تستوعب هاي اللحظة الإنسانية المؤثرة جدا جدا. أنا كنت بحكي أو بفكر إنه كل الكلام هذا عن الشرح عن كيفية تحرير النطف، إحنا مش ملزمين ومش مجبورين نشرح لحدا، ومش لازم دائما نسوق قضيتنا على أساس إنه إحنا ضحايا وبنتسول تعاطف العالم معنا ودعمه لقضيتنا. هاي القضية الشرح اللي كان عن والله النطف بتطلع بأربع شهود وبستقبلوها أربع شهود وبتطلع بعرفش بكداحة وبتطلع بكيس تشيبس وبتطلع يعني أنا هذا الخوض بهاي التفاصيل كان إشي بالنسبة لإلي صادم، لأنه أنتوا مين لا تهتموا بهيك تفاصيل؟ ليش لازم العالم، ليش لازم يهم أحد ما بالعالم كيف النطف المحررة بتتحرر؟ ليش ما بيركزوا الناس على الانتصار اللي تحقق؟ الخوض هاي بأخص خصوصيات الناس، يعني هذا جزء من لعبة أو حرب الأسرى ضد الاحتلال بكل أذرعه، اللي هو هون متمثل بسلطة السجون. إحنا مش بس لازم نتحدث، بما إنه بنحكي عن حالنا أصحاب قضية عادلة، لازم نتصرف بهذا الشكل ونترجم هذا الكلام فعليا. إحنا أصحاب، يعني لما بدك تحكي بدك تحكي من موقع قوة، وبدك تختار الأشياء اللي أنت بدك تشرحها للناس والعالم، والأمور الخاصة فيك هي خاصة فيك، أنت مش ملزم، مش ملزم. يعني هاي الملاحظة كنت لازم أحكيها، لأنه أنا سمعت هذا الكلام والله النطف بتطلع بيشهدوا عليها اثنين وبعدين بالجهة، يعني أنت يعني لما أنت بتفوت أصلا بهاي التفاصيل أنت بتعطي بشكل مباشر يد في التدخل وفي ال في ال في كيف الكلمة اللي بدي أستعملها في التمحيص والبحث حوالين هاي الأشياء اللي هي تعتبر فعلا بالنهاية أمور فنية تخص كما قلت الأسرى وتخص حربهم ضد سلطة الاحتلال. يعني من السبعينات إلى اليوم الأسرى في حرب، وحتى اللحظة في حرب مستمرة 24 ساعة ضد سلطة السجون. يعني الأسرى بيصدروا الكلمة والمقالة والكتاب والفن والثقافة و و و يعني ما شفتش ما سمعتش عن حدا اهتم كيف بتطلع الكلمة من السجون. ليش طيب؟ بموضوع النطف المحررة ليش هذا الموضوع؟ لأنه صحافة صفراء، لأنه مواضيع يعني بتهم، إنه فلما بالطرف الثاني بثير هاي المسائل إحنا لازم نرد عليه إنه معلش دي أستعمل إنه إخرس، يعني إنه هاي أمور لا تعنيك. يعني أو المؤسف إنه منا وفينا في ناس بيخوضوا بهاي التفاصيل. أنا وميلاد بنشعر إنه إحنا قوايا للدرجة اللي إحنا مش مجبرين نشرح لحدا ولا نفسر لحدا، بس أنا بنفس الوقت يعني كان رأيي بالبداية إنه إحنا نتجاهل هذا الفيلم،
بس لما شفت المد الكبير واللي عمله هذا الفيلم وانه ممكن فعلا يضر بعد هيك، انا كنت في الصدارة ويعني عملت جهد كبير جدا لدفن هذا الفيلم، وانا سعيدة جدا بالنتيجة اللي تحققت. لكن بنفس الوقت يعني انا لما بقول انا وميلاد قوايا واحنا مش محتاجين او مش ملزمين نشرح لاي شيء لاي حدا بالعالم بيطعن او ممكن يطعن بمصداقية اسطورتنا، واحنا يعني ما بنطلع على الموضوع اسطورة، هاي حياتنا. تفضلوا تعالوا جيبوا فيلم وثائقي يصور حياتنا، بيطلع لك فيلم اسطورة، لانه احنا هاي حياتنا. ممكن اللي بيطلع من الجانب اللي بعيد عن قضايانا وما بيعرف يعني الاجنبي او من الدول العربية اشقائنا، يعني ممكن يفكروا انه هذه عن جد يعني شغله، يعني شيء خيال، شيء غريب، شيء فعلا يعني من الاساطير. طب شو اللي بدكم اياه يعني بحبكه الفيلم وبصناعه هذا الفيلم السيء؟ بدكم تضربوا يعني انتو هاي الاسطوره؟ بدكم تضربوا هاي الجوانب المشرقه من نضال شعبنا ضد الاحتلال بكل جوانبه؟ لذلك انا غيرت رايي وصرت كيف حكيت بالصدارة لمحاربة ولدفن هذا الفيلم. وأنا بعدني يعني بقول إنه أنا مش مستعدة أقبل الحبكة الروائية تبعت الفيلم تحت أي مسمى وتحت أي اعتبار، لا حرية رأي ولا حرية تعبير ولا إلى آخره، لأنه الفن كمان بالنهاية الفيلم لازم يكون فيه له رسالة، والرسالة إذا ما كانت يعني متماهية مع رواية شعبنا فإحنا إلنا الحق أن نرفضها. يعني كان في كتير بصناعة السينما الأوروبية والأمريكية، ميل جيبسون لما عمل فيلم وحكى إنه اليهود هم اللي قتلوا المسيح، طب ما هي قامت الدنيا وقعدت، صحيح طب ما هيهم صحيح يعني في يعني عم بيصير في الدول بين قوسين المتقدمة المتحضرة يعني هجوم ضد أعمال فنية وثقافية. ليش إحنا بدنا نتهم إن إحنا ظلاميين يعني؟ لأنه إحنا لا، أنا مش مستعدة أقبل أي سينما على حسابي، يعني ماخدين لي فيلم عاملين له حبكة هيك روائية هندية زي هدول اللي بيلاقوا طفلة بيربوها بتطلع أمهم هيك، يعني إشي زي هيك يعني الفيلم. فهذا أمي مش مك يعني أم يعني ميلاد إحنا ما بنقدر نقبل هيك سينما وهيك فن. أم ميلاد يعني زي ما تفضلت حضرتك إنه خلينا نحكي الهجوم المضاد آتى ثماره من امبارح إلى اليوم، وحتى التصريح اللي نشرتيه فورا، الفيديو البث اللي عملتيه امبارح انتشر انتشار كبير لدرجة يعني إنه طبعا هيئة الأفلام، الهيئة الملكية للأفلام، سحبت ترشيح الفيلم في الأردن، بالاضافه انه المخرج انه اعتذر للأسرى انه يا جماعه فهمتونا غلط بما معناه، ولكن بده ينوي هيك النيه. انا بس حبيت اوصل لك الرساله انه يناوي تاسيس لجنه مختصه من الأسرى وعائلاتهم يشاهدوا الفيلم ويقيموه ويحكموا عليه. هذا السؤال، هل بالاصل حدا تواصل معكم؟ هذا حكي فارغ، كلام فارغ، لانه احنا هسه هم بدهم لجنه من اهالي الاسرى، طب ما احنا توجهنا لهم وهم يصوروا باللقطات الاخيره من الفيلم هذا. يعني انا بشكل شخصي حكيت، ما انا عرفت صدفه بالفيلم، ولما سالت يعني بجهودي المتواضعه فهمت انه الفيلم عم بتصور بعمان بالاردن والفيلم بمراحله الاخيره، وانا كنت بعرف صبيه بشكل شخصي بتمثل بالفيلم، وقلت لها انسحبي لانه هذا الفيلم راح يسيء لإلك جدا. انا ما شفت اسمها بالعروض، يبدو انها بالعروض الفيلم يبدو انها انسحبت، لكن انا بعدها بعد هاي الخطوه اوكلت المساله للأسرة، تحديدا الأسرى اللي هم أصحاب فكرة النطف المحررة. الأسير عباس السيد هو صاحب فكرة النطف المحررة من عام 2003، هو اللي ابتدع هاي الفكرة، وهذا الأسير محكوم 56 مؤبد وكان بده طفل. للأسف محاولاته هو وزوجته لم تنجح، وإنما نجحت مع الأسير عمار الزبن، وكما نعرف كلنا مهند اليوم أول نطفة محررة هو ابن الأسير عمار الزبن، عمره بده يكون حوالي 10 11 سنة. لذلك يعني صناع الفيلم ما بيقدر يقولوا إنه إحنا ما توجهنا لهم. وقبل يومين أنا فهمت وعرفت إنه وصفي كبهة الله يرحمه وزير الأسرة سابقا تحدث مع مخرج الفيلم،
تحدث مع قبل يعني، بهديك الأثناء لما أنا بلغت الأسرة إنه في فيلم زي هيك عم بنعمل، كان في حديث والمخرج أيامها حكى لا إحنا الأسرة خط أحمر وإحنا مش ممكن نمس بالأسرة، بس يبدو إنه المخرج مش هو الحلقة الأقوى بالموضوع، المخرج هو الحلقة الأضعف، يبدو المنتجين هم الأقوى، طبعا هم اللي بيتحمل بيمولوا مسؤولية اللي بيدفعوا الفنان، المصاري. بيتحمل مسؤولية، مش هاني هو أبو بيتحمل أسعد، مسؤولية، هاني أبو بيتحمل أسعد مسؤولية بين بالضبط، كان ولا إنه ينسحب. هاني تماما، بس المظبوط كل واحد بيتحمل، ولا كمان الممثلين بيتحملوا مسؤولية، بس انا بقول يعني اي لجنة عن اي لجنة بتحكوا بعدين البيانات تبعتهم ضعيفة، البيان تبع سحب الاوسكار بحكي لحسم الجدل، اي جدل بدك تحسمه يعني، انت كمان مش مستنظف يعني انك تحكي انه كانت فيهم اساءة، يعني احنا بعدنا، انا كأم لنطفة محررة بعدني بنتظر على الاقل بتوضيح وشرح على الاقل من الممثلين، طب ولا ممثل طلع حكى، يعني احنا ايش، احنا لا قيمة يعني لنا، شو لحسم الجدل يعني مثلا، طب ما صار صح جدل صح جدي صح هنا، انا يعني ضد كل نظرية العمليات، عملية الانتقاد بطريقة التخوين والهجوم على، يعني أنا أقول بشكل بسيط جدا إذا كانوا هم غير مهنيين ولم يتحروا الدقة والمصداقية ولم يسعوا إلى امتلاك كافة جوانب المعلومات بهيك موضوع حساس فهم أغبياء، لكن بالنهاية الغبي والجاهل والخبيث اللي واحد بيعمل عن واحد قصد يعني بعطينا نفس النتيجة، صحيح فلذلك أنا لا يهمني يعني هم عملوا شغل مهني ولا عملوا شغل مقصود، وأنا بالنسبة إلي النتيجة فيها مساس، أنا كما قلت أنا وميلاد لا نشعر يعني بأنه إحنا بحاجة، لكن هناك أمهات، هناك نساء أمهات لأطفال ولدوا عن طريق النطف المحررة، هؤلاء النساء سوف يجدوا أنفسهم وأطفالهم بدائرة الشك والتشكيك، وهذا كان الدافع الأساسي اللي خلاني أغير رأيي وأطلع بهجوم فعلا على الفيلم، إنه أنا فكرت بمهند ابن الأسير عمار الزبن إنه ممكن بالمدرسة يتعرض لتنمر، إنه أنت ابن سجان إسرائيلي، ابن سجان صهيوني، إنه شو الداعي إنه نضع هؤلاء الأطفال في دائرة الشك. أم ميلاد، في تنسيق أو تواصل بين أمهات النطف المحررة؟ في أي شيء يجمعكم؟ لا للأسف أنا يعني بعرف أمهات قلائل من كمان زيارات السجون، يعني أعرف الأطفال هدول قبل أن تأتي ميلاد، يا الله يعني لا أستطيع أن أصف كيف كنت أشعر لما كنت أشوف هدول الأطفال مع آبائهم بالزيارة، والآن أنا أجد نفسي بنفس الموقع، لكن وردتني من أمس واليوم أيضا مبادرات إلى عقد يعني لا أريد أن أقول مهرجان أو وإنما هيك التقاء لقاء ولقاء. يجمع أمهات وأطفال النطف المحررة، وكانوا يسألونني رأيي بلقاء من هذا النوع، وأنا قلت إنه هاي فكرة ممتازة، أنا وميلاد يعني مستعدين إنه نساهم بهيك لقاء ونكون من الأوائل المشاركين بهيك لقاء، فأنا يعني أتطلع لهذا اللقاء وأتطلع لأن أتعرف على أكبر عدد ممكن من أمهات النطف المحررة، وأنا يعني أعدهم إنه أي أم وأي نطفة محررة تحتاج إلى أي دعم بالعالم نتيجة تخبيص يعني هؤلاء الناس بحياتهم وبخصوصياتهم، فنحن سنكون دوما بالمقدمة طبعا وسنقدم كل ما نستطيع تقديمه. يعني برأيك إن انقلب السحر على الساحر؟ يعني أنا لا يعني أولا قضية إنه تم دفن الفيلم، هو الفيلم موجود ضمن مجموعات عم بتناقلوه بيشوفوه الناس، بس هذا يختلف عن إنه توقف عرضه يعني بالمهرجانات وسحب من الأوسكار لا يعني تحققت نتيجة مباركة جدا، وأنا يعني بشكر جدا شعبنا العظيم على هاي الوقفة، يعني شعبنا ربما لا يمتلك أو يمتلك أدوات تحرير الأسرى، هناك أسرى جاوزوا 40 سنة بالسجن يعني، لكن على الأقل شعبنا ما زال يقف بجانب هؤلاء الأسرى عندما يحتاجونه في هذه في مثل هذه القضايا الحارقة. الآن انقلب السحر على الساحر، أنا
يعني متخوفة من المستقبل، إنه يعني بتعرف كيف إحنا الآن للأسف موجودين بواقع إنه مثلا هاني أبو أسعد ممكن ينتج هيك فيلم وبعدين يفوز له بشي جائزة بعرفش بأي مهرجان، ويصيروا هون يعطوه شرعية ويطنطنوا ويعتبروا، يعني إحنا ذاكرتنا يبدو قصيرة، أو بالضبط يعني بجريتها أنا يعني أصلا. بتأمل جداً إنه يعني أنا لا أدعو يعني لمقاطعة، وإنما يعني أنا مع إنه نشرح لهم خطأهم وين كان، لماذا فعلوا هذا، إذا كان عدم مهنية أن يتوخوا المهنية. يعني بالنسبة إلي حصلت على النتيجة، تم دفن الفيلم يعني، لكن من ناحية تانية على الأقل يعني عدم مناهج، إعطاء على الأقل مناهج. شرعية لشخوص معينة ممكن تستمر بهذا النهج. يعني لما أنت بتنزع شرعية عن إنسان أو عن فنه أو عن الرسالة اللي هو بيقول مواطن إنه مداخلة. بيقدمها، فأنت أنت بتحد من ضرره. بس ممكن يعني أضافة كمان التخوف هو بعد إنه إذنك هدول فارس. يستمروا، يعني يستمروا ينتجوا طيب. يعني ويلاقوا شرعية من يعني ناس مختلفين. يعني بالنسبة أنا ما يعني بعرف الخطوات العملية شو ممكن ينعمل، القانونية، بس القانونية أكيد بصناعي، لا، القانونية، أنا القانونية. سألت إلى يعني الموضوع القانوني يبدو غير وارد هين، لأنه الموضوع القانوني يعني ما كانش فيه هون إساءة شخصية موجهة لشخص معين يعني، فالأساس القانوني حسب ما قيل لي هون مش قوي. يعني إحنا لا يمكننا لو كان في إمكانية مقاضاتهم كان أنا قضيتهم، يعني لأنه هذه طريقة يعني هناك أنت طب تقول كل ما سؤال، لديك يعني لتقوله يعني في القضاء، تمام، لكن طب ما في تمام، أساس قضائي. في هو موضوع، الموضوع ليس إنك أنت ترفع دعوة، الموضوع أنك بدك الدعوة تنجح. أنا لم أسمع إنه الدعوة ضد موضوع الهولوكوست نجحت، يعني لا، يعني لم تكن هنا يعني ماشي، أنت بتقدر ترفع دعوة تمام، لكن أنت ما بدك ترفع دعوة بدون ما تكسبها. الأفلام، المختصين بالموضوع الموضوع القضائي إنه هل هون في أساس قانوني اللي على أساسه إحنا بنقدر نعتمد ونقاضيهم بالمحكمة؟ لا، أنا فهمت إنه لا، يعني بالضبط. بالإمكان السؤال أكثر والتوسع أكثر في توضيح هذا الموضوع، لكن إذا بده يكون في أساس قانوني لمقاضاتهم أنا بدي لا أقاضيهم. سيدي سنة، هلا في حصلت مثلا في القضاء البلجيكي، رفعوا بعض ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا على المقبور شارون، رفعوا عليه دعوة بتهمة الجريمة المذبحة، ونجحوا باستصدار قرار بالمتابعة أو الملاحقة، بحيث أنه ما كان يستطيع يدخل هذه الدولة وهو رئيس وزراء. يعني نوعا ما بالمحافل الدولية قد تكون مؤثرة هذا الشيء، على الأقل إعلاميا، بحيث يعني لأنه بعتقد رائد كان في هناك الأشخاص اللي رفعوا الدعوة كانوا أقارب نعم يعني شهداء، طبعا سقطوا نعم في صحيح مذبحة صبرا وشتيلة، كان في هناك علاقة شخصية في الموضوع تماما. نعم نعم صحيح، هذا يعني أنت التحقق. تحتاج نقاط قوة عشان ترفع دعوة، إلا إذا أنت بدك ترفع دعوة من أجل الـ يعني القضية الإعلامية. يعني الكلمة الأخيرة هي إنه يعني أنا بقدر أحكي إنه في فيلم معمول تقريبا 80% من مشاهده وتصويره، وهو يعني راح يكون فيلم وثائقي. يعني آمل إنه الإنتاج نقدر نحصل على إنتاج، يعني الفيلم أنا أعيق تقدمه لأنه أنا بدي إنتاج يعني شفاف، وبدي أكون أضمن النتيجة وبدي أصادق على النتيجة النهائية للفيلم. فآمل إنه السنة الجاي بهاي الأيام يكون هناك فيلم، الفيلم يكون صار خالص وجاهز ويكون قوي ويكون راقي ويكون فعلا يعني رد مضاد ورد من أنقى ما يكون على هذا الفيلم المسيء. وبشكل عام طبعا دائما ردة الفعل بتضلها منقوصة إذا ما تبعهاش فعل حقيقي ورد حقيقي، ويا ريت إحنا نبادر يعني لأشياء ما نكونش دائما إحنا ردة فعل يعني على أمور بتحصل ضدنا. وكيف حكى
الكاتب إبراهيم نصر الله إنه روايتك إذا ما بتحكيهاش بتصير ملك لعدوك.